اوكي، بنشوف دكتور سترينج وهو بيجري مع امريكان تشافيز وهما بيجروا من وحش بيطاردهم في عالم من الاكوان الموازيه، وبيلاقوا كتاب سحري وبيحاول دكتور سترينج انه يدمره لكن مش بيعرف، وبيقول لامريكان تشافيز انه اسف على اللي هيعمله وبيسحب كل القوه اللي عندها وبيضمها لعنده وبيرجع لهم الوحش وبيضرب دكتور سترينج. بتقدر تشافيز انها ترجع قوتها وبيمسكها الوحش، لكن بيساعدها دكتور سترينج قبل ما يموت انها تفلت منه. بيصحى دكتور سترينج وبيطلع ان كل ده كان مجرد حلم. بيروح يجهز وبنشوفه في فرح دكتور كريستين اللي كانت حبيبته زمان، وبيبان عليه انه مستاء لانهم كانوا بيحبوا بعض. بيقولها انه عارف انه قلل اهتمامه بيها بس ده كان غصب عنه وكان كل غرضه انه يحميها. بتقول له كريستين انه عشان كان بيحميها كانت بتحترمه بس مش عشان كانت بتحبه. بيشوف سترينج الناس في الشارع بتصوت وبتجري، بينزل في الشارع بسرعه عشان يشوف فيه ايه. بيلبس البدله بتاعته في الهواء وبيلاقي ان في حاجه مخفيه نازله بتدمر في المدينه. بيقدر باستخدام قوته انه يظهر الوحش ده اللي بيدمر في الاتوبيس، وبيلاحظ سترينج ان في واحده ست في الاتوبيس وانها هتموت. بيطير الشال بتاعه عشان ينقذها، ولما بتخرج من الاتوبيس بتطلع انها امريكان تشافيز. بيرمي عليهم الوحش الاتوبيس بس سترينج بيقدر يتفاداه. بيبص لها وبيقول لها انه حاسس انه يعرفها او شافها قبل كده، وهو مش واخد باله بيضربوا الوحش بالاتوبيس وبيفقد الوعي. بيجري الوحش ورا تشافيز بس بيتدخل وانج وبيحررها، وبيصحى سترينج وبيواجه الوحش هما الاثنين، وبيقدر سترينج انه يضرب الوحش في عينه ويقتله نهائيا. بيقول لتشافيز انه شافها في الحلم امبارح وقالت له انه ما كانش حلم، واه فعلا كل ده حصل امبارح بس في كون تاني. وخدها سترينج وراحوا هما الثلاثه قعدوا في مكان عشان يعرف اكتر عن الحوار اللي حصل. بتقول له تشافيز انا ما بين النسختين اللي قابلتهم ما كانوش هما الشخصيه المفضله، وبتقول له ان الوحش ده عايز يخطفها لانه شغال عند الشيطان وهما عايزين يستحوذوا على قوتها. فبيسالها قوتها عباره عن ايه. بتقول له تشافيز انها بتعرف تتنقل ما بين الاكوان لكنها مش بتعرف تستخدمها غير وهي خايفه. بيسالها عن الشخصيه بتاعتها اللي كانت بتحارب الوحش امبارح وهل قادر يتغلب على الشيطان ولا لا. بتقول له على الكتاب اللي كانوا عايزينه في الكون الاخر اللي بيزود الساحر بالقوه الكافيه عشان يهزم اعدائه. بيقول لها ان ده كتاب اسمه فيشانتي وانه مش كتاب حقيقي، مجرد خرافه. بس وانج بيقول له ان هو حقيقي وانه الاله ما بقى الساحر الاعلى. بيقول لهم سترينج ان ده صعب ومستحيل يلاقوه. بتقول له تشافيز انهم فعلا لقوه بس الشيطان جري وراها وراحت عند دكتور سترينج لكنه ما قدرش عليه وقتله، وعشان يصدقوها خدتهم وراحت عند جثته وعرف دكتور سترينج انه فعلا ما كانش في حلم. وبيقولها ان الاحلام هي حياتنا بس في الاكوان الموازيه. بيقول له وانج لو يعرف حد بيفهم في الاكوان الموازيه. بيقول له طبعا عارف، وبيروح عند واندا اللي بتكون فاكره انه جاي يتكلم معاها عن اللي حصل في وست فيو، وسالها عن الاكوان الموازيه وحكى لها عن اللي حصل معاه هو وتشافيز. وبيقولها انه وداها عند قمر تاج وبيعرض عليها انها تيجي معاه، لكن واندا بترفض وبتقول له خليها تيجي هنا وانا هحميها. وبتخلق جدار احمر حواليهم وبتقول له انها هتسيب الكون ده وهتروح لكون تاني عشان تبقى مع عيالها. بيقولها ان اللي هتعمليه ده هيكون انتهاك لحقوق الطبيعه لو خدت القوه من تشافيز. بتقول له ان التضحيه بيها هي هتكون للمصالح العامه. بيقولها سترينج ان ده المبرر واللي بيقوله الاشرار بس. بتقول له واندا انه لما ادى الحجر لسانوس هو كمان بيكون خالف قوانين الطبيعه، وقالت له ينفذ كلامها ويجيب تشافيز وبعدها مش هيشوف وشها تاني. فبيسالها لو ما جابهاش ايه اللي هيحصل. بتقول له ان ساعتها مش هي اللي هتيجي تاخدها، هتكون لسكارلت ويتش، وبتكون كده بتهدده بكل قوتها انها تيجي تاخدها. بيروح سترينج وبيعرف وانج اللي بيقول له ان لو واندا استحوذت عليها ممكن تدمر الاكوان كلها، وبيجمع كل السحر ويقول لهم يجهزوا عشان يدافعوا عن قمرطاج. وفي ثواني الجو بيبدا يغيم وبتظهر واندا. بيروح لها سترينج وبيحاول يهديها وبتقول له انها ضحت بحاجات كتير قوي، وبتعرض عليه انها تاخد تشافيز وهتوديه لكون فيه يكون متجوز كريستين وعايش حياه سعيده. وهو طبعا بيرفض اللي هي بتقوله، وبتبدا قمرطاش كلها في الحرب اللي هتحصل. بتقول له ان اللي هيحصل منها هو اكتر تصرف عاقل هي هتعمله، وبتهجم عليه لكن كل سحر القمرطاج بتعمل جدار عشان يحموا بيه المكان. بتحاول واندا انها تدمر الجدار ده وبتتلعب بعقل واحد من السحره، بتخليه يجري والجدار يتفك جزء منه، وبتهجم عليهم بجد وكل هجماتهم مش بتجيب نتيجه. بيامرهم سترينج انهم يتراجعوا فورا. بتنزل واندا وبتلاقي سترينج في وشها، بيقول لها لو هتاخدي تشافيز فلازم تعديه الاول، واول ما بتقرب عليه بتدوس على الفخ فبتنتقل لبعد تاني. بيكون كل حاجه قدامها عباره عن مرايه، كل ما تضرب حاجه ما تعديش منها. بيحضر سترينج عشان يعدي تشافيز لكن بسرعه واندا بتتصرف وبتعرف تخرج من البعد ده. بيقولها سترينج انها ما عندهاش عيال، بتقول له انهم موجودين وفي عالم تاني وانها كل يوم بتحلم بيهم، وحاولت توريهم. وكان سترينج بيحاول يضربها وهي بتحكي لكنها ضربته ووقعته هو وانج على الارض، ومسكت تشافيز وبدات تسحب في قوتها، وبدات تشافيز تخاف عشان كده فتحت بوابه الكون تاني. حاول سترينج ينط وينقذها لكن واندا ضربته ودخلته جوه البوابه هو وتشافيز، وفضلوا هما الاثنين ينتقلوا من مكان لمكان على حسب البوابه اللي دخلوها، مره يبقوا في عالم كرتون لحد ما استقروا في نيويورك بس في عالم متطور تكنولوجيا. وطلب منها تفتح بوابه ثانيه، قالت له انها مش بتعرف تسيطر على قوتها، وسالها عن شخصيتها اللي في الاكوان الثانيه عشان كده ممكن تساعدهم. قالت له انها دورت على نفسها في كل الاكوان وما لقيتش غيرها بس، وبتقول له انها حتى عمرها ما حلمت، وبتقول له انهم احسن حاجه يعملوها انهم يدوروا على كتاب فاشنتي وندور على نسختك
اللي في العالم ده عشان هو الوحيد اللي ممكن يساعدهم. بيوافق سترينج على كلامها وبيمشي في الشارع وبيوقفه واحد وبيلاقوا ان سرق البدله من متحف دكتور سترينج، وبيستغرب ان ليه معمول له متحف في العالم ده. بيقف قدام مكان اسمه ايميوريلاند اللي بيعمل مسح للشخص وبيظهر ذكرى ليه. بيشوف نفسه مع كريستين وهم قاعدين في مطعم سوا وبيتحرج وبيمشي، وبتشوف تشافيز ليها مشهد مع امها وبتيجي نحله وبتقرصها فبتتعصب. بتتفتح بوابه الكون تاني دخلت فيها امهاتها وبيمشوا هما الاثنين، وبيقفوا عند تمثال دكتور سترينج اللي بيكون مكتوب تحت منه ان سترينج ضحى بحياته وهو بيقتل ثانوس. بيشوف موردرو واقف قدامه وبيقول لتشافيز ان موردرو كرس حياته عشان يقتله، وبيحضره موردرو وبيدخله. وبيبدا سترينج يحكي عن العالم بتاعه وبيقول له ان واندا عندها قدره باستخدام كتاب اسمه دارك، وانها تقدر تسخر الوحوش انها تهاجم تشافيز. بيقول له موردرو ان الكتاب ده فيه حاجه اخطر، وان ممكن تلاقي نفسكم في مواجهه سكارلت ويتش بس في جسم حد تاني. بيطلب منه سترينج انه يدور معاه على كتاب في شنتي ويساعده انه يلاقيه. بيقول له ان مفيش منه غير نسخه واحده في الاكوان كلها. وفجاه سترينج وتشافيز يغمى عليهم، وبيكون كان في حاجه حاطها لهم في الشاي. بتقدر واندا توصل للعالم اللي هم فيه وبتدخل جسم شخصيتها اللي في العالم ده وبتتحرك بيه وهي بتعمل التعويذه، وبتكون رابطه وانج، وبيجي ساحر من وراها ومعاه سكينه وبيقطع بيها الكتاب وبتبوظ التعويذه. بتروح عند وانج وبتكون عايزه تعرف منه التعويذه اللي في الكتاب، بتهدده بقتل الصحراء بتوعه. بيوافق وانج وبيقول لها انها هيوديها للجبل اللي مكتوب عليه التعويذ. المشكله ان مفيش حد بينجو من الرحله دي. بيصحى سترينج وبيلاقي نفسه محبوس والسحر بتاعه مش شغال بسبب الكلبشات اللي في ايده، وبيتفاجئ اكتر لما بيلاقي كريستين اللي بتقول لهم انهم في منشاه ابحاث عشان هما من عالم تاني. بيدخل عليهم ميردرو انه هيقابل المنترين دلوقتي، وبتيجي الروبوتات وبتاخده وبيعرفه بنفسه. واول واحد بيقول ميردرو الساحر الاعلى وكابتن كارتر اول عضو في الافنجرز، بول تيجلر ومعهم كابتن مارفل المدافع عن الاكوان، وريد ريتشارد من فريق الفانتاستيك فور. وبيقول له انهم جايين هنا بيزعزع استقرار الواقع وانه ممكن يدمر الكونين بتاعهم وبتاعه، وبيقولوا له ان نسخته اللي هتتخبى هي اللي شكلت المنتورين، وانهم دلوقتي متجمعين عشان يشوفوا هيعملوا ايه معاه هو وتشافيز. بيقول لهم سترينج ان سكارلت ويتش خطيره. بيرد عليه ريد اللي بيقول له ان دايما دكتور سترينج هو اللي بيهدد الاكوان. وبيستغرب سترينج وبيقول لهم ان نسخته اللي هنا ضحت بحياتها عشان تقتل ثانوس. بيدخل عليهم تشارلز اكسبرش بيقول له انه لازم يعرف الحقيقه، وان الوقت ده بتكون قدره واندا انها توصل للجبل. ولما بتقرا اللي مكتوب على الحيطان بترمي وانج من على الجبل وبترجع تاني تشغل التعويذه. تشارلز بيقول له انهم اتحدوه عشان يقدروا يهزموا ثانوس، وان سترينج بتاعهم كان بيستخدم كتاب الدارك وورد وبيتنقل من كون لكون عشان يلاقي الحل في الاكوان التانيه، وانه ما لقاش الحل وبدا يدمر الاكوان اللي بينتقل فيها، وانه كان بيدور على كتاب في شانتي في الاكوان المتعدده. وبياخدوا تشارلز وبيبداوا الحرب اللي كانت مع ثانوس، وبيقول له انهم كانوا لازم يقتلوه عشان كان خطر عليهم، وبنوا له تمثال عشان العالم محتاج لابطال ياخدوهم قدوه. في الوقت ده بيعرفوا ان في اختراق امني، وبيشوفوا واندا وهي بتدمر الروبوتات. بيروحوا المتنمرين عشان يوقفوها، وتشارلز بيقول سترينج انه لازم ياخد تشافيز ويهرب وياخد كتاب في شانتي، وهم مخبيينه هنا قبل ما واندا توصل. وعند تشافيز بيقفوا لها المتنمرين وبتقتل اول اتنين منهم، وجوه بيكون موردرو مش عايز يدي الكتاب لسترينج اللي بيهجم عليه وبيهرب منه. وبتدخل واندا على تشافيز اللي بتكون عندها تشارلز، وبيدخل جوه عقل واندا وبيشوف نفسه وهو بينقذها من سكارلت ويتش، لكن واندا بتقتله هو كمان. بتقدر كريستين انها تهرب تشارلز عند دكتور سترينج، بيطلب منها توديه عند الكتاب. في الوقت ده بتلحقهم واندا ولكنه بيعطلها شويه، وبيدخل الخزنه اللي فيها الكتاب اللي بتكون عباره عن فراغ بين الاكوان. بتدخل وراهم واندا بتخطف تشارلز وبيتحرق الكتاب. بتفتح تشارلز بوابه لكون تاني، واندا بترمي جواه سترينج وكريستين وبتسيطر على عقل تشارلز وفتح البوابه اللي فيها سكارلت ويتش. في الوقت ده سترينج بيكون في كون اوشك على الانهيار، ووصلوا لبيت الصحراء وقابل سترينج بتاع العالم ده اللي بيكون الساحر الاعلى واسمه سوبريم سترينج، وطلب منه يديله كتاب الدارك ويلر. وقال له سوبر ستريم سترينج هو انت سعيد يا ستيفن؟ قال له ان ده السؤال اللي سالته كريستين ليا يوم فرحه، وروحت البيت عشان ادور على كون اكون فيه سعيد، وده حصل وانا بستعمل الدارك ويلر. وفجاه بيطلع له عين ثالثه في نص راسه، وطلب منه مقابل الكتاب ان يديله كريستين اللي في العالم بتاعه. طبعا سترينج رفض. بيبداوا هما الاثنين يضربوا في بعض، وعرف سترينج ينتصر وبياخد الكتاب. في الوقت ده بيكون وانج مغمى عليه وبيفوق، بيحاول يطلع تاني. بتكون واندا بتسحب قوه تشافيز وبيستخدم سترينج الكتاب وبيسخر ديسفندر سترينج اللي دفنه عشان يحل مكانه على ما يرجع، واللي بيخرج من تحت الارض زي الزومبيز وبيسحر ارواح ميته بتهجم على واندا. بيسحبها هو وانج لكنها بتتحرر. بيطلب منه يستحوذ على قوه تشافيز اللي بيقول لها ان عندها قوه مهوله تقدر من خلالها تهزم سكارلت ويتش. وقامت وبدات تهجم على واندا، وخدتها تشافيز على كون في واندا وعيالها، والعيال ساعتها خافت منها وضربت امهم اللي كانت معاهم فخافوا منها اكتر وبدات انها تعيط. رجعتها تشافيز للعالم بتاعهم وندمت واندا على اللي عملته، وقالت انها لازم تدمر كتاب الدارك وورد، وحرقت الجبل. وستيف لقى ان الكتاب اللي
اللي عنده اتحرق وان كده كل الدارك ويرد اتحرقوا ورجعت كل حاجه لامورها الطبيعيه وبدات تشافيس تتعلم السحر في قمرطاج وبيرجع دكتور سترينج في الشارع وبيقعد يزعق وبيقع على الارض وبتخرج عين ثالثه في دماغه اللي كانت في وش سوبر سترينج ودي بتكون نهايه فيلمنا. شكرا للمتابعه، استنوا الاجزاء اللي جايه. سلام.